السلام عليكم، معاكم يوسف علي تنفيذي مبيعات من شركة إبراهيم خليل كانو معرض اللكسس. اليوم عندنا سيارة راح نتكلم عنها تجمع بين الفخامة والاعتمادية والقيادة الاستثنائية، اللكسس اليو اكس. تعتبر سيارة اللكسس اليو اكس هي أصغر سيارة كروس اوفر في فئة الاس يو في. اليوم راح نتعرف أكثر على سيارة اللكسس اليو اكس 200 اف سبورت، السيارة اللي تتميز بتصميمها العصري واللي تعتبر من سيارات الكروس اوفر الصغيرة الحجم في سيارات اللكسس. تتوفر السيارة على عجلات بمقاس 18 انش متفوقة من حيث الثبات والتحكم، والتكنولوجيا لها دور كبير في السيارات العصرية، وتتوفر السيارة بميزة فتح الباب الخلفي مع الكيك سنسر موشن. تتوفر السيارة على فتحة سقف تطفي رحابة على داخلية السيارة. خلنا نشوف سيارة اللكسس اليو اكس من داخل، نشوف التصميم الفخم ونتعرف على مواصفاتها المتطورة. تتوفر السيارة ايضا على شاشة عرض بمقاس 10.3 انش تتميز بسهولة استخدامها. ولتوفير راحة قصوى للسائق والركاب تتوفر السيارة على مقاعد جلدية مزدوجة اللون. تتوفر السيارة بنظام صوتي عالي الجودة متكون من 8 سماعات موزعة في أنحاء المقصورة. ولأن السلامة دائما وأولا، سيارات اللكسس اليو اكس تحتوي على مميزات أمان هامة مثل نظام مراقبة النقطة العمياء ونظام تنبيه حركة المرور الخلفية للمزيد من مواصفات الأمان. التصميم العصري والتقنيات المتطورة والأداء الموثوق يجعلون من سيارة اللكسس اليو اكس خيار مثالي لمحبين التميز. لو حابين تحصلون تفاصيل أكثر أو تجربون سيارة اليو اكس، حياكم الله في معرضنا في سترة.